عمرك جه في بالك ان لاعب الكوره ممكن يفلس وما يبقاش لاقي ياكل ويعيش على المعونات، او يضطر يقلل من نفسه وتاريخه علشان اي فلوس؟ طبعا هتقولي ممكن لو كان لاعب صغير في نادي صغير ومرتبه على قد. الحقيقة انه لا خالص يا صديقي، هو لاعب كبير في أندية كبيرة. طب اقول لك حاجة كمان، هم يعتبروا اساطير في فرقهم وفي بلادهم كمان. دي قايمة فيها اشهر 5 اسماء من اللعيبة اللي افلسوا. بقول لك تعال نخش في الموضوع. رقم 5، مارادونا. دييجو اللي بيعتبر افضل لاعب في تاريخ اللعبة قبل 18 ديسمبر 2022، كان واحد من اللي الشهرة ضيعتهم، خصوصا انه سلوكياته برا الملعب كانت كارثية. حفلات ومخدرات وخمور وستات، ما كانش في حاجة غلط ما بيعملهاش وما بيصرفش عليها فلوسه. وتخيل كم البزخ اللي كان عايش فيه للدرجة اللي تخلص فلوسه وتجبره يعلن إفلاسه في 2009 بعد ما وصلت الضرائب المتأخرة عليه في إيطاليا الـ50 مليون يورو، وفضل عايش الباقي من حياته على معونات من مجهولين، واللي هما بالتأكيد من عشاق مارادونا اللي هيفضل واحد من أكبر المؤثرين في تاريخ الرياضة عامة. رقم 4، جورج بيست. جورج بيست ليه مقولة شهيرة قوي قال فيها: لو خيرتني بين تسجيل هدف في ليفربول من نص الملعب وليلة مع ملكة جمال العالم، هختار الاثنين، لأني عملت الاثنين. لاعب أسطوري من الأفضل في تاريخ مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي، وهو الأفضل في تاريخ أيرلندا، ولكن كان أسوأ شخص في العالم برا الملعب. حفلات 24 ساعة، كان مدمن خمور وفتاة ليل للدرجة أنه كان بيروح التدريب سكران، وبعد الاعتزال سلوكه ما تغيرش وفضل مكمل في نفس السكة لحد ما أعلن إفلاسه وكبده اتدمر. وبعد ما عمل زراعة كبد وبقى تمام، مش يسكت بقى، لا كمل على نفس الطريق لحد ما مات مفلس ومريض. وآخر حاجة قالها هي رسالة للشباب، قال فيها: ما تمناش حد يعمل اللي عملته. رقم 3، أسامواجيان. فاكره؟ عم الرقم 3 في كل مكان، واحد من أفضل المهاجمين الأفارقة، واللي أعلن اعتزاله الشهر اللي فات، واللي أعلن إفلاسه مؤخرا. لكن الغريب ان جيان فضل مسيرته كلها يجري ورا الفلوس، وعطل انطلاقته في اوروبا بسببها. بعد موسم ممتاز في انجلترا فضل يروح الامارات ويلعب في نادي العين وياخد مرتب فلكي، وبعدها راح الصين وكان بياخد هناك 300,000 دولار في الاسبوع، وراح من الصين لاهل دبي. فازاي فلس؟ الحقيقة انه كان بيعيش حياة مترفة كبيرة جدا، عربيات وقصور وحفلات، فطبيعي ينتهي بيه الامر وهو مفيش في حسابه البنكي غير 800 دولار، رغم ان طليقته وابنه بيشككوا في الموضوع ده. رقم 2، أدريانو. واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ البرازيل، واللي في فترة معينة كان بيعتبر أفضل مهاجم في العالم ومن الأعلى راتب في الدوري الإيطالي. أدريانو بعد وفاة والده الصدمة غيرت مسار حياته تماما، ما بقاش مهتم بالكورة ولا بمسيرته الكروية ككل، واتجه للحفلات وإدمان الخمور، وقرر يضيع كل ثروته عليها. هو نفسه اعترف أنه كان بيحاول يلهي نفسه وما كان مش عارف انه هيدفع التمن قريب. خسر مسيرته الكروية وهو في عزه وما بقاش في نادي عايزه، وخسر ثروته بالكامل، ورجع يعيش حياة الفقر في البرازيل، وبقى كل اللي فاضل منه اسم الناس فاكراه كويس. رقم 1، رونالدينيو. انضم لقائمة المفلسين رغم انه واحد من اهم وافضل لعيبة الكورة في تاريخ اللعبة. رونالدينيو اللي اي حد لعب كورة حاول يقلده ويتأثر بيه، كان سبب في زيادة شعبية اللعبة بين المراهقين، ولاعب يعتبر من أقوى العلامات التجارية في التاريخ، وكانت بترعاه عشرات الشركات الكبرى. فجأة ما بقاش معاه ولا ملي، لدرجة ان حسابه البنكي فيه 500 دولار، ولما اتقبض عليه في باراجواي ما كانش معاه يدفع تمن الغرامة. وحاليا بقى مستعد يعمل اي حاجة علشان الفلوس، لانه مفلس بعد ما ضيع كل ثروته على استثمارات غلط وحفلات وسهر. وانضم لقائمة عظماء اللعبة اللي مش لاقيين ياكلوا. وبس يا سيدي، هي دي قائمتنا النهاردة، نتقابل في قوائم تانية قريب. سلام.